يا لها من متعة بالغة. لقد أنهيت رواية أيام هادئة في كلشي للكاتب الأمريكي هنري ميلر. كل فصل في الرواية يحرك حواسك ويشعل شهوتك نائمة. لم أكن أعرف أن للكلمات مفعول السحر على ذاكرة الإنسان وماضيه. أنهيت الرواية فارتميت على الفراش أسمع الموسيقى. يا رب، لم أستطع أن أختار أغنية واحدة، فخلال نصف ساعة استمعت إلى أغنية يا محبوبي للموسيقار المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط، وانتقلت إلى أغنية أنا من أنا للمطربة التونسية عليا، والتي قام بتلحينها الملحن المغربي العظيم محمد بن عبسلاء. ثم انتقلت إلى أغنية عايز جولاتك للمطربة الفاتنة نجاح سلام. وبعد ذلك انتقلت إلى أغنية أنا قلبي إليك ميال للساحرة فايزة أحمد. وما هي إلا لحظات حتى شعرت بالتوتر، وانتقلت مباشرة للاستماع إلى أغنية أسيدي أنا حر للصوت الطائر الحر الجميل محمد الحياني. لكنني لم أستطع أن أواصل، وما هي إلا دقائق معدودة حتى وجدتني أتساءل مع نفسي، ما هذا التوتر العارم؟ لماذا اليوم تذكرت كل هذه الأسماء العظيمة؟ ما سر هذا التقارب مع الموسيقى بعد انقطاع دام سنوات؟ لماذا كنت أعتبر أن كل شيء قد انتهى؟ وهل انتهى فعلا كل شيء؟ هل لا يمكننا أن نعود إلى الماضي ولو من خلال فصول الروايات المثيرة أو الألحان والأغاني الغرامية؟ يا رب، أليس لنا الحق في تذكر أجمل امرأة مرت في حياتنا، أو أجمل حب عشناه خلال فترة من شبابنا، أو أخطر مغامرة غرامية عشناها؟ هل هناك أجمل شيء في الوجود مثل الغرام؟ والله لا أعرف لماذا نطرح هذا السؤال، لأن الجواب واضح وضوح الشمس. لماذا؟ لأن الغرام ببساطة هو لحظة توقف كل شيء. سأعيد طرح السؤال، ما هو تعريف الغرام؟ الجواب هو توقف كل شيء. بصراحة الكثيرون لم يجدوا في الجواب أي حميمية ولا أي تقارب ولا حتى أي معنى. لماذا؟ لأن الكثيرين بل الأغلبية في الوطن العربي لم يعيشوا يوما ولو لحظة غرام. لهذا لا يمكن لأي شخص وهو يقرأ هذه السطور أن يجد ضالته أو ظمأه القاسي. يا معشر من لم يتذوقوا يوما هذا الكأس المر الحلو، عليكم أن تتخيلوا، إن استطعتم فعلا أن تتخيلوا مذاق الغرام ولن تتذوقوا. الغرام هو توقف كل شيء. كيف ذلك؟ وماذا يحدث عندما تلج أقدامنا بحر الغرام؟ فالمغرم عندما يغرم يتوقف عن التفكير، ويصبح تفكيره منصبا بالأساس على من أغرم بها، ويتوقف على استقبال أي شيء إلا صداها، فهو يستقبله من كل الاتجاهات، ويرفض أن يستمع لأي موضوع كيفما كان إلا موضوعها، فهو المفضل إلى عقله وقلبه. وتجده ينتظر بكل جوارحه كل أخبارها التافهة أو الأتفه منها. إنه يقطع الصلة بكل شيء في العالم، فيغلق الأبواب والنوافذ ويترك نافذتها وحدها مفتوحة ليرى منها عزلة العالم. أرى بعض الأفواه بدأت تسخر من هذا العاشق وترميه بنظرات الاحتقار والتسفيه. ألم أقل لكم من البداية أن الكثير منكم لن يصدق ما معنى أن يتوقف كل شيء؟ إنه سلطان الغرام يا سادة. وما أدراك ما سلطان الغرام؟ لا أعرف ما الذي جعلني أدخل هذه المتاهة، ولماذا في كل مرة أتذكر لحظة غرامي أحاول أن أسلل نفسي بالكثير من السلاسل حتى لا أعود إلى الوراء. الوراء لا يعني التأخر،
بل هي العودة للتأكد من فترة من تاريخنا. ليس بالضرورة أن يكون مشرقا، المهم أن نعود إلى فترة من حياتنا نتشرب منها يقين الحب، يقين الإحساس. إذا فعلا عشنا هذا الإحساس وكان إحساسا جميلا، لهذا فأنا حريص كل الحرص أن أعود إلى حب القديم، إلى حب القديم، إلى حي القديم، إلى الوقوف على الأطلال، إلى مناشدة المكان رغم تغيره. لكنني أشتم رائحة حبيبتي بين الأشجار على باب الحديقة وقرب المحلبة ووصلة الخبز التي كانت تحملها بين يديها الساحرتين. كل شيء كان فيها جميلا، هكذا كنت أنظر إليها بعين العاشق المغرم، وعلى كل عاشق أن ينظر مثلي أو أكثر ليكتب اسمه اللعين في دفتر المغرمين. علينا أن نتذكر شكل من نحب، شعرها الأسود الذي ينزل على كتفيها منسدلا، ضحكتها التي تساوي الدنيا، كلامها الذي ينساب من شفتيها المجروحتين، حركتها كأوراق الصفصاف. إن كم أنا بخيل في وصفها أشد البخل. ليس الأمر كما تظنون، الحقيقة أنني لم أتوقف في وصفها، أنها باختصار امرأة فاتنة، امرأة تستحق أن نتذكرها، أن نتحدث عنها سواء بمناسبة أو بدون مناسبة. أعرف أن مجموعة من المنحرفين عاطفيا سيعتبرون هذا الغرام مرما، وقد يبلغ بهم الأمر على تسميته شدودا، ولكن أرجوكم لا تتسرعوا في الحكم علينا في رمينا بالحجارة الثقيلة، كما لا نطلب منكم أن تلتمسوا لنا أعذارا تخفف الوطأ عنا، ولا ندع أي جاحد للغرام للمشي خلفنا. فلكم قبلتكم ولنا قبلتنا التي تحيا بها أرواحنا. على باب الغرام نقف جميعا وأنتم تتفرجون تتهامسون، وكثير منكم يرفعون صوتهم من الضحك عاليا وينظرون إلينا بدهشة كبيرة، ونحن نلبس لباس الغرام مكبل الأيدي والأرجل ننتظر جميعا الحكم علينا بالإعدام. لكن الكثير من الحضور يرى أن هذا الحكم كان خفيفا، فنحن لا نستحق الشفقة، فيطالبون بأقصى العقوبات، ولا تأخذهم الرأفة بنا لأننا خونة من جانبنا، فإننا لا ننتظر رحمة أحد، إننا نقر بالخيانة العظمى، ونتمنى أن يدخل كل العشاق من باب الغرام، ويتحول تراثنا مستقبلا إلى ذاكرة مشتركة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.